هذا الشجيرة لها رائحة عطرية جميلة نفاذة، مثل رائحة العسنة أو عطر الراعي، ولكن العجيب أنها تسمى العفينة، اسم عكس طبيعتها. طبعا أخذنا الاسم من أهل الخبرة ومن كان يرعى في سفح جبل أحد ويعرف أنواع الأشجار فيها والنباتات. نحن نوثق بعض النباتات التي تنمو في سفح جبل أحد، الجبل المبارك. اسمها العفينة، ولكن ريحتها عطرية جميلة تشبه العسنة أو عطر الراعي، ولكن لونها أخضر فاتح، لها مثل الشعيرات، تختلف عن العسنة. اسمها العفينة، شجيرة.